أفضل تشكيلة بالنسبة لي في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023. في حراسة المرمى يوجد أسماء عديدة في الدوري الإنجليزي المتألقة في حراسة المرمى، لكن أنا اخترت ديخية. في قلب الدفاع الأول أنا اخترت روبن دياز. روبن دياز مدافع مميز مقدم أداءات أسطورية مع مانشستر سيتي، وهو أيضا بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم. قلب الدفاع الثاني هو ويليام سليبا. ويليام سليبا مدافع هداف، ولولا الإصابات لكان أفضل مدافع في الدوري الإنجليزي في هذا الموسم. في الظهير الأيمن تريبير. اخترت تريبير لأنه هو سبب من أسباب وصول نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. في الظهير الأيسر اخترت زينشينكو. زينشينكو مقدم أداءات جيدة نوعا ما في الدوري الإنجليزي مع الأرسنال، لكنه يبقى ظهير مميز. في خط الوسط اخترت دي بروين. دي بروين لاعب لا يعلى عليه في هذا المركز، يسجل الأهداف ويصنع الأهداف، وهو أفضل لاعب في مركزه في الدوري الإنجليزي. زميل دي بروين في خط الوسط اخترت مارتن أوديغارد. مارتن أوديغارد هو سبب من أسباب وصول الأرسنال إلى المركز الثاني وتأهله إلى دوري الأبطال. في مركز الجناح الأيمن احترت قليلا بين محمد صلاح وبرناردو سيلفا، لكن محمد صلاح هو الأقوى في مركزه، يسجل الأهداف ويصنعها. في مركز الجناح الأيسر اخترت جابرييل مارتينيلي. جابرييل مارتينيلي هو من أفضل أجنحة العالم، مراوغ، فنان، سريع، مهاري. في مركز المهاجم اخترت هاري كين. هاري كين مهاجم أسطوري وهداف. المهاجم الثاني اخترت إيرلينغ هالاند. أكيد النرويجي إيرلينغ هالاند هو صاحب أعلى معدل تهديف في الدوري الإنجليزي برصيد 36 هدف. وبس هذه هي تشكيلتي لأفضل 11 لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، حطوا لايك واشتراك. مع السلامة.